لقينا. انتظرونا في أقوى لقاء فكري مفتوح تحت عنوان اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت، مع كل من فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الدكتور محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الدكتور جمال المرتبي، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز، الشيخ أحمد جلال، دكتور شهاب الدين أبو زهو، الشيخ علاء سعيد، في ضيافة ملهم العسوي أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء في 8 مساء بتوقيت القاهرة. نحن في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل، كلنا أسد شداد.